وحاكي لعبة المطاعم، راح نفتح مطعم، لعبة خرافية يا شباب، راح نحاول نفتح مطعم بيها، راح نطور مطعمنا ونفتح طوابق ثانية، نجيب ناس، نجيب عمال، بدون حاكي هواي، خلونا نجربها. بدينا يا شباب، هذا هو مطعمنا، هذا هو مطعمنا يا شباب، مطعمنا والله مطعم كبير، طابقين يا إلهي. شباب متسورات ليش؟ ما أدري. هاي قطة. وساقة بالمحل. افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب. ظهر شغلنا كهرباء مع المحل. بعد شباب ايشون متسورة يا شباب. الباب راح ينفتح. يا سلام، نايس. لازم ناخذ الزبالة. شيل شيل. هسه جاي يشيل اوراق مال الحدايق. لا يسوي. الممر يا شباب صار خرافي. يا سلام، نظافة من الايمان. يا شباب فتحنا هاي على مود نفس الفوران. شوفوا. تعالت. تعال. يا ولد. A few moments later. لا. يا اخي يا ولد، مستنا مستنا. يا سلام، نصلح الجامه. ممتاز ممتاز، نشتغل حتى بالمطر. شباب بعد السقف يحتاج تصليح، اتوقع نصعد منه. نصلح السقف. ممتاز ممتاز. هذول ما اقدر صلاحها منها، اتوقع هذا طابق ثاني، بعدين ممكن نفتحه. يقول لي شباب غير لون الجدار، نروح نشوف الوان مال الجدار. ممكن نختار احمر. اوكي رهيب. انا بالنسبه لي اشوفه رهيب. مان شباب مانو راح يكون لون مال المطبخ، هذا مكان راح يكون مال المطبخ، والباقي راح اسويه بالاحمر. حطينا اناره هنا يا شباب، والله الاناره رهيبه. حط واحده هنا، واحده هناك، واحده هناك، واحده هنا. الإنارة مرة مرة يا سلام، شلون المحل صار خرافي، يعني أنا حبيته. جاي يقولون يركز على المنيو، هل تريدوني أبيع كل شيء لحاله أو تريدوني أبيع كل شيء تقريبا؟ أول حلقة توقع بنروح أبيع تقريبا كل شيء. راح أبيع بيتزا أول شيء، بيتزا مرة ثانية، بيتزا بيتزا، أربع بيتزا كلهم غاليات. بس هاي البيتزا اللي ما راح أبيعها لأن البيتزا رخيصة مرة. سوشي بعد راح أبيعها. هذول يا شباب تحتاج كل واحدة إنه مكونات على بد تشتريها. هسه خلونا نأوردر الفود، أي شيء نحتاجه لازم نشتريه. نشتري بعد طماطم، نشتري هاي 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 بعد ثلاثة منها، هاي هاي هاي، نشتري هاي، نشتري هاي 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 هاي، نشتري هاي. Hey, that's pretty good. تقريبا شرينا يا شباب كل هاي المكونات، هسه لازم نروح نحطهم بالثلاجة. A few moments later. طبعا المخزن حاليا يا شباب انتم تشوفون بين بضاعة حلوة، مستقبلا اذا خلصوا ونشتري ثانيات يعني. لازم نشتري اغراض مال المحل. هسه خلونا نبدا بالمطبخ، لازم ارتب المطبخ. طاولة مطعم، فرن يا الهي، ثلاجة، مغسلة، ممتاز. هسه هاي مال كاشير رهيبة. حطها وين؟ حطها هنا. طيب كل ما ذولا ما بيهم كهرباء يقولوا لي حط بيهم الكهرباء، فمثلا ناخذ هذا، نجيب الواير البلك ونحط البلك بالتقسيم. ظاهر بين طاوله مطعم رخيصه هواي، هي ب 100 دولار، فنشتري ثانيه، نشتري واحده ثانيه هنا. ممتاز، اتوقع الازرق هي احلى واحده، فنحط الازرق. تعمل مكان مال المطبخ راح اسوي بهاي الطريقه. المكان شلون صار؟ طبعا الفار رجع فلازم ينشال. بنشتري طاولة هنا مثلا، بنشتري طاولة هنا. يا سلام، المحل حطيت الطاولة بي. واو، فخم 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 فخم، مرة 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 مرة. احس بين لازم نوعا ما اجيب شخصين يشتغلون يمي. هذا ايش يريد؟ هذا يريد فلوس تبرع، والله ما عندي. يقولون هسه اوبن ذا ريستورانت، هسه نقدر نفتح المحل، فتحناه. يلا ننتظر الزوار، ننتظر الزوار. اول 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 عميل، اول كاستمر. نايس نايس. ايش تريدين؟ تريد بيتزا؟ عندنا بيتزا، عندنا بيتزا. ها انطيناها بيتزا. اي بيتزا؟ طباخ جاي يسويه، جاي يسوي الاكل. وين الاكل؟ الاكل وين الاكل اذا هو مو على الفرن؟ سحبت الطباخ انه الاكل على الفرن. سوي سوي. جاب الطبق، جاب الطبق. خلونا نروح ناخذ طبق الها. بيتزا اول طبق لها، ما شاء الله، تفضلي. ما ادري عجبها ولا ما ادري، بس شلون بيتزا ياكلوها بالشوكه؟ بيتزا مو بالايد، لازم تنوكل. واحد جديد، واحد جديد. اوكي اوكي، ايش تريد؟
يريد شو اسمه الحلويات. اها تفضل تفضل سعيد، وانا بعد سعيد. ثانك يو ثانك يو، والله خلت بقبيش. ثانك يو. دولار واحد. طبخنا بطيء مان. استعجل بالاكل. اي واحد جديد جديد، تعالي تريدين ريت بيتزا؟ ما اقدر اسوي اوردر لها الا لما يخلص الطباخ وجبه مالته، لان ما عندي غير طباخ واحد. يلا راح اخذ لك الوجبه. تفضل. لازم الكاستمر يا شباب يكونوا سعيدين. هذا سعيد يا حبيبي، خلص يلا. والكاستمر يريد يستعجل، يريد يطلب بيتزا. وين البيتزا؟ بالعافيه عليك. طبعا الاخ خلانا بغبيش. نايس. في اشياء جاي تنكسر. اوه جامع، ليش يا شباب الجامعات جاي تنكسرون؟ ليش ضار يا شباب؟ لازم نجيب اغراض مع البيتزا والى اخره. طبعا اغراض مع البيتزا اتوقع هاي عندنا بصل. جبنا يا شباب اشياء جديدة على مود نعبي المحل. الاشياء اللي طلبوها الكاستمر وما مو موجودات بالمحل شريناها. محلنا تقريبا صعد لثلاث نجوم، سو لازم اجيب طباخ ثاني. من وين؟ هاي طبعا فيها زحامات يا شباب، والطباخ بطيء، لازم اجيب واحد ثاني. نجيب بيبسي وهذولا، ودي نجيب هذا ونجيب هذا نجيب هذا. صراحة البيتزا يا شباب عليها طلب هواي، لازم يا شباب اسكر المحل واجيب عامل ثاني، اجيب طباخ ثاني لازم برا. ثانكيو على المبلغ، ثانكيو هنا على المبلغ. طبعا جبت عامل ثاني مثل ما جاي تشوفون، وايضا راح اجيب طاولة ثانية. طيب ثلاث طباخين، ممتاز. طبعا صراصير لازم نشيلها بعد. شيل 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 شيل. هسه خلونا نفتح المحل. يوم جديد نفتح المحل. واو باع المطعم، شو صار؟ رايب مرة. واو بدي طلب سريع. واو طباخين طبعا. يا سلام مطعم ماشي خرافي حتى الآن. المطعم يا شاء الله ثلاثة جاي يشتغلون يسوون أكل شيء مرة حلو. سوشي، وأخيرا واحد طلب سوشي. مبروك والله يا شباب. جاي نظف المحل، جاي أخذ البغبش اللي ينطونه، كل شيء جاي يسوي. جاي يسوي الأوردرات، ونوعا ما جاي أخذ الأطباق. هسه هذا ماخذ السوشي. طبعا نظافة المحل فول يا شباب، مثل ما تشوفون بالاعلى فول. طلبنا شوية مكونات لانه على اساس انه بعض الاشياء مو موجودة بالمطعم، العمال يقولون بانه لازم تجيبها فجبناها. والله جاي اهتم برضا العميل. العميل راضي، انا سعيد. الابتسامة على وجه العميل، انا سعيد. يعني خلاص، تريدين دجاج؟ اجيب لك دجاج، اي شيء تريدونه اجيب لكم، انا ما عندي مشكلة باي شيء. لازم ننظف الوساخ اللي هنا اللي تسويها قطة. عميل سعيد، اوكي يريد سوشي، هذا جيب له سوشي. والله السوشي ما صار عندنا هواي. المطر مطر مطر هواي، ما ادري ليش اربع ايام مطر يا اخي. ليش صار العمال جاي يتسبون خبرة؟ فهذا الشيء ممتاز. يا ساتر، خمس نجوم يا ساتر، او ليفل 5 ممتاز. اوردر بيتزا تفضل سعيد. طيب لازم نشتري اشياء جديدة يا شباب والات جديدة، بس خلي الناس تطلع. والله انت تبغيش 13 دولار، والله رهيب. تعال المرة الثانية. 47 كاستمر خدمنا لليوم، خرافي، رقم خرافي. اشتريت طاولة جديدة على مود تكون عندنا نوعا ما عامل رابع، هذا الشيء راح يكون ممتاز. واشتريت هاي، ظاهر بين راح تكون شيء رهيب، ما ادري. ظاهر يا شباب ان هاي البوشار 500 دولار. خلونا نشتريها، ونشتري هاي مال بوشار ب 300 دولار. يا الهي، المطبخ صار رهيب، اكبر واكبر، حلو. نشتري هاي الطاولات. واو، كل الاشياء هاي يا شباب جاي اضيفها.
عاد كل المنيو تقريبا جاي اضيفها لانه احتاج ناس تشتري لي، تيجي تشتري هواي. المكان الجديد، الكراسي الجديدة، اوه هاي الاشياء تعلمنا بانه ايش عندي وين ما ايش ما عندي. واو يا البضاعة حاليا ما شاء الله نجيبها وندخلها. ندخل كل البضاعة ونرجع نفتح المطعم بعد التنظيفات، بعد الاشياء اللي اشتريناها. نشوف شلون راح يصير الطلب على الاشياء. اول كاستمر لليوم، تعال 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 ادلع حبي، تعال تعال انطيت احلى وجبة، تعال تقول لي ما تو اناف اشياء، عندنا كل شيء نقدر نسوي لك كل شيء تقريبا. تعال ايش تريد؟ يا يريد دجاج، سووا له دجاج، سووا له دجاج، واحد منكم يسوي لي دجاج. طلع الدجاج، جيب جيب، اي حط اي. وين الدجاج؟ وين الدجاج بالموضوع انت؟ وين هذا؟ وين راح؟ والله الظاهر ان انت مرتاح، ان انت الظاهر. اوه روح نودي له الاكل، تفضل استمتع استمتع. اوه هاي وين؟ اول مره واحد يطلب هاي. وين هاي؟ شغلنا الظاهر بانه مرتب، شغلنا الظاهر بانه صاير مرتب. بعد ممكن نجيب طباخ سادس. ما شاء الله ما شاء الله مطعمي جاهز. وش بين الاكل يسوونه بطاع؟ يلا هاتوا. من اللي طلب؟ انتي؟ ضيع مدام. اوه جاي يستخدمها مع الماكينة، حلو. انا على بالي جبتها بدون ببلاش، يعني الحمد لله انه جاي يستخدمها. اه تفضل. انا ما ادري ايش جاي يصير، ولا تنظر بانه يا شباب الثلاجة تحطمت، ايه يسوي؟ طيب طيب كل مرة لازم يصير شيء. ما بخلصوا وجباتكم بسرعة، عدنا حالة افترارية لازم تخلصون. خلص اول شي راح اخليه الهاي، اشتري ثلاجة جديدة الحمد لله. خلصت انا كل فلوسي، خلونا نفتح المحل من جديد. الله انه مطعمي صار فخم، صح فخم صح مان. طيب يا جماعة الخير، هل تخلصنا؟ اتوقع بانه بالحلقة الجاية راح نفتح طابق ثاني. خلصنا اتوقع منه، مو مطلوب مني اي شيء، راح نوعا ما اخدم الكاستمر والى اخره. طبعا جام مين كسب في المره. اجل من خير ان شاء الله، استفدتوا لايك سبسكرايب، مع السلامه. حلقه جديده راح العب شويه يا جماعه الخير خلف الكواليس، وبعدها راح نفتح طابق ثاني معاكم انتم ان شاء الله. من خير مستمتعين، كل شيء لايك سبسكرايب ومع السلامه.